ما حكم بيع الشقق قبل استلامها من الدولة؟ من أتاك ومعاه وصل بشقة فاز بيها من الدولة وقال لك أنا عاوز أبيع الوصل دوت واستلم أنت الشقة وكمل ثمنها، قول له ما ستكسبه من بيع هذا الوصل حرام، فلوس حرام. طب ليه يحرم بيع الشقق قبل استلامها من الدولة؟ لأن فيها مخالفتين شرعيتين. أول حاجة بعت ما لم تقبض وحرام بيع ما لم تقبض. تاني حاجة بعت ما لم تضمن وحرام بيع ما لم تضمن. طيب يقول لك طب أنا دلوقتي معيش فلوس أكمل ربع الشقة ولا أستلمها، قول له قدامك حلين. الحل الأول تستلف لحد ما تستلم الشقة، لحد ما تدفع ربع ثمن الشقة وتستلمها وبعدين تبيعها وتسد للناس. الحل التاني تجيب واحد يبقى شريكك، حرام تبيع له، شريكك هو اللي يدفع واللي مثلا نص الشقة ثلاث أرباع الشقة زي ما تتفقوا، وبعد ما تاخد أنت محضر الاستلام تبيع له نصيبك بسعر يومه مش بسعر ده، بسعر يوم خلاص، وانتوا الاثنين شركاء مع بعض وضامنين. طيب احنا التفاصيل هنلاقيها فين؟ هنلاقيها في الكتاب ده، افضل كتاب في البيوع، وكلكم ان شاء الله تعالى تجيبوه، وبيتباع بسعر التكلفه وفي كل التفاصيل اللي انتوا عاوزينها. طيب نقول بقى الادله، التفاصيل. ما الدليل على حرم بيع الشيء قبل ان تقبضه؟ ايه الدليل؟ عندنا ثلاث ادله. أول دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار في رحالهم. حرام تبيع السلع اللي أنت شاريها إلا لما تجيبها وتبقى في قبضتك، تبقى في رحلك. طيب الدليل الثاني عن ابن عمر، قال ابن عمر: رأيت الناس يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يبيعون الطعام قبل أن يحوزوه إلى رحاله. طب الدليل الثالث حديث أبو هريرة، نهى أبو هريرة الخليفة مروان بن الحكم لأنه أباح للناس بيع السقاق. السقاق أنا ليا في الوصل في الغنيمة، ليا وصل عند الحاكم أبيعه بربع ثمن بنص ثمن عشان محتاج فلوس دلوقتي، فجعل العسكر يأخذون السقاق من أيدي الناس. طب ما حرم بيع ما لم تضمن؟ لازم الحاجة تخش في ضمانك وتبقى ملكك وقابضها عشان لو حصل لها حاجة ترجع لك. طب ليه؟ لأن الرسول قال الخراج بالضمان، الخراج يعني المكسب، المكسب لا يكون إلا بضمان ومخاطرة. طب أنا اديت لواحد وصل، الدولة سلمته ما سلمتهوش، طلع جنبه تاجر مخدرات، طلع قدامه في كنيسة، طلع ما طلعش، أنت خلاص إيدك بره الكلام. لكن لو أنت في ضمانك أنت، يبقى أنت مسؤول تنزل ثمن الشقة ليه ومسؤول ترجع له الشقة، لأن أنت المخاطرة دي بقى هي اللي هتخليك تخلي مكسبك حلال. الخراج بالضمان، أي فلوس هتيجي من ورا بيع الوصلة فلوس حرام. يعني إيه فلوس حرام؟ يعني الحرام هيخرب بيتك وهيخليك تصرف فلوسك على القواضي والمحاكم، وهتصرف فلوسك في المستشفيات، وهتضيع بركة فأذنه بحرب من الله ورسوله. الحرام هيمنع الدعاء، فالمسافر الأشعث الأغبر ربنا ما قبلش دعائه عشان كان حرام. الحرام بيطمس القلب، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يعملون. الحرام بيدخل نار جهنم، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. الحرام فلوس بتدفعها يوم القيامة حسنات. قل قولي هذا واستغفر الله.